ارحب بحضراتكم معانا مره تانية. خلينا نقول بصراحه ونواجه كده ونعترف نفسنا، يعني نعترف قدام نفسنا وقدام الاخر كمان. علشان تعالج مشكله او تقول ان في مرض، لازم الاول تقر بده وتعترف بده، وبعدين تشوف ايه الاسباب، تشخص، تحط الروشته وتبتدي تعالج. هنفضل نقول احنا المجتمع المصري مجتمع يعني مليان بالقيم الجميله، وان احنا شعب بنحب بعض، وان احنا بنحترم بعض، وان 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 وكلام كتير جميل وانشائي. لكن في حقيقه الامر لما تنزل الشارع المصري، والحقيقه الموضوع ده يمكن في العشر سنين اللي فاتوا بان بشكل كبير قوي، وقلنا ايه اللي حصل؟ كان ده سؤال كنا هنا دايما بنطرحه في البرنامج، وجبنا كتير من علماء النفس والمختصين واساتذه الاجتماع يقولوا لنا انه كان في حله، كنت قافل على الحله دي لفتره طويله قوي. البخار، الضغط، الدنيا انفجرت. انا بأشير طبعا لاحداث الانفلات الامني والاجتماعي واللي حصل في الشارع بعد 25 يناير وما تلاها، وان كل واحد بيقول لك انا زي ما بتقال كده انا رئيس جمهوريه نفسي، واحنا في ثوره ونعمل اللي احنا نعمله. فلقينا من ساعتها فعلا بقى في انفلات اخلاقي في الشارع، بقى في سلوكيات الحقيقه ولا مجتمع ولا دين ولا عرف ولا تقاليد تقر أبدا بهذه السلوكيات السيئة. الحقيقة انفلات أخلاقي، قصة الاحترام، نحترم بعض، الصغير يحترم الكبير، والكبير إزاي يتعامل مع الصغير، مش طايقين نفسنا ولا طايقين أي حد جنبنا، أي حد مع، تحس إن فعلا في مشكلة حقيقية في الشارع. تيجي تقول طيب هو مين السبب، يتقال لك على طول طب فين التربية، كانت أخبارها إيه، البيت كان أخباره إيه؟ البيت يقول لك لا أنا مربي وكله تمام، شوف المدرسة إيه الأخبار؟ المدرسة هي قصة بس تعليم، واللي هي اسمها التربية والتعليم، التربية تيجي قبل التعليم، حفظنا كده وقلنا كده كتير قوي. لكن في واقع الأمر هل ده اللي بيحصل؟ ولا المسألة الولاد وأولياء الأمور بيودوا ولادهم يعني يحفظ، يذاكر، يمتحن، ياخد الشهادة، اتخرج تمام، أشوف بقى الوظيفة وأشوف بقية الحياة ومشوار الحياة هيمشي ويكمل إزاي. بقينا بنشوف السلوكيات دي جوه المدرسة نفسها. لو نفتكر كده مع بعض هنا في البرنامج كتير عملنا حلقات وتابعنا أخبار ليها علاقة بطلبة بتضرب المدرس، ومدرس يتجاوز في حق الطلبة ويضربهم، وكنا بقول إيه العنف ده والعنف داخل المدارس. ده كان عنوان مهم جدا، يمكن ما بقناش بنتابع ونتكلم كتير في الموضوع ده، لكن موجود، ومن وقت للتاني بتظهر لك حوادث مش بس في المدارس الحقيقة، لكن كمان في الجامعات. ما بقاش الاحترام ده موجود، ما بقاش القدوة ما بقتش موجودة. علشان كده ظهرت أفكار بقى ليها علاقة إنها تقاوم الموضوع ده، ونرجع لمسألة الانضباط والاحترام والقيم والأخلاق. الأخلاق في فكرة دلوقتي إن يبقى في عندنا مادة تدرس إجباريا في مدارسنا، مادة الأخلاق. حد يقول لك هي الأخلاق بتتدرس؟ هي دي مش حاجة مكتسبة وحاجة تتزرع في خلال سلوكياتنا وتعاملنا مع بعض، وتعامل الأسرة مع بعضها في بيتها، وبعد كده لما يروحوا المدرسة يبقوا شايفين إزاي يتعاملوا مع المدرس، يبقى الأجواء حواليك تدعو لده وتغرز فيك القيم الأخلاقية. رد رأي تاني هيقول لك طب ما هو ده ومش موجود يبقى نعمله في منهج، يبقى نعلم الولاد ايه هي الاخلاق، ايه هي القيم. مش نجاح بقى وسقوط والكلام ده كله، لكن الولاد يحبوا الماده دي، يبقوا فاهمين اهميتها، ازاي هتخلق الشخصيه وتخلي الشخصيه دي شخصيه سويه. على كل الاحوال احنا هنفتح الموضوع ده مع حضراتكم هنا مع الاساتذه والتربويين ومع الطلبه كمان، نشوف رايهم ايه، هم شايفين ازاي الوضع في المدارس والجامعات دلوقتي. ندرس ماده اسمها ماده الاخلاق، تبقى ايه مضمون المنهج، والدراسه تبقى عامله ازاي، وهل هيبقى كتاب يتحفظ وخلاص الاولاد يروحوا يكتبوا، ولا هتكون برضو بالممارسه والمعايشه، فتزرع الماده دي وتغرز القيم والاخلاق اللي انت عايزها بشكل غير مباشر. على كل الاحوال ده موضوع فقرتنا النهارده زي ما قلت لحضراتكم، ويا ريت يعني فعلا لاسراء النقاش ونسمع ارائكم، ده هيكون سؤالنا، ويا ريت تشاركونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك او من خلال رقمنا على الواتساب، تقول لنا برضو ايه رايكم في الموضوع ده. هل بتأيد انه يبقى في عندنا ماده اسمها ماده الاخلاق في المدارس والجامعات؟
هنوجه السؤال ونسمع الآراء الأول في الاستوديو، ونستقبل إن شاء الله مشاركتكم معنا من خلال اتصالكم بينا بإذن الله. برحب بداية بعبد الرحمن الحديدي، رئيس اتحاد طلاب كلية اقتصاد وعلوم السياسية جامعة القاهرة. أهلا بك عبد الرحمن، شرفنا. فيصل عمر، رئيس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية. فيصل ثالثة ثانوي علمي، أهلا وسهلا بك يا فيصل. أهلا بحضرتك، أخبار الدراسة إيه؟ تمام تمام ماشي. ودكتور محمد كمال، دكتور القيم والأخلاق جامعة كفر الشيخ حاليا وبني سويف سابقا، أهلا وسهلا بك دكتور محمد، وصاحب مقترح تدريس مادة الأخلاق، أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ إسماعيل أبو عيطة، مدير إدارة التربية الخاصة والدمج بإدارة أبو النمرس التعليمي، أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل، مشرفنا يا فندم. شرفنا. خلوني بس اسمحوا لي أبدأ مع الطلبة الأول، عشان يعني هم يقولوا لنا هم شايفين الوضع عندهم إزاي ومرحبين بتدريس مادة الأخلاق. عبد الرحمن، بس أنا عايزاك كده إيه، هنتكلم مش تلفزيون، إحنا قاعدين بصراحة بنواجه نفسنا لأن إحنا عايزين نصلح. أنت رئيس اتحاد الطلبة في جامعة القاهرة، قول لي الجامعة كده والوسط التعليمي عندكم، الشباب بنات وولاد في طلبة مع الأساتذة، طريقة التعامل، السلوكيات، أنت شايف الجامعة بأي شكل؟ أولا يعني أحب أرحب بحضرتك والسادة الضيوف وكمان المشاهدين الكرام، كل اللي بيتابعونا في الحلقة. الوضع في الجامعة يعني هو أشبه ما يكون إلى حد ما كده، يعني وضع تناول الطلبة بقبيل مثلا من السخرية شوية، قبيل مثلا من الالتزام. يعني هو مش وضع محدد بالضبط كده. قبل ما نتكلم في الوضع أو قبل ما نسترسل في الموضوع ده، خلينا الأول نشوف إيه هي فلسفة التعليم في حد ذاتها. أيوة. مروراً بقى بالمؤسسات المسؤولة عن عملية التعليم في مصر وفي الدول المختلفة. فلسفة التعليم بتقوم على ثلاث أشياء من وجهة نظري. أول حاجة هي بناء الشخصية، إن أنا إزاي أبني شخصية طالب، إزاي أبني شخصية مواطن قادر فعلاً على هو مواجهة الصعاب، مواجهة مشاكل الحياة بكافة بقى المناحي المختلفة، سواء اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، ازاي اعمل له تنشئة سياسية، ازاي اعمل له محاولة لاشراكه في الوضع داخل الدولة دي. تاني حاجة هي محاولة يعني تبني الشخصية تأهله بعد كده انه يكون عنصر فاعل في المجتمع، يبقى ليه مكان لوضعه يتفاعل بشكل ايجابي. بالظبط. تاني حاجة اللي هي التربية، زي ما قلتي حضرتك في الأول، اللي هي كلمة التربية في اسمها وزارة التربية والتعليم، فالتربية بتسبق أصلا عملية التعليم. وأنا شايفها دي أصلا أهم بكتير جدا من العملية التعليمية، لأن لو ما فيش تعليم مش هيبقى، لو ما فيش سوري تربية مش هيبقى في استحضار للقيم اللي أنت درستها في العملية التعليمية. تالت حاجة وآخر حاجة هي خلق المواطن الصالح، محاولة إيجاد المواطن الصالح. تعريف المواطن الصالح هو المواطن القادر على ممارسة السلطة وأيضا أن يمارس عليه السلطة. هو مش بس بيستقبل القرارات اللي صادرة من الأعلى للأسفل، لا لا، هو قادر على أنه يمارس السلطة وأنه يستحضر القيم والوسائل المختلفة اللي تعلمها طوال حياته في مواقف الحياة المختلفة بقى، زي مثلا إشارات المرور. هل فعلا المواطن بيستحضر الحاجات هو درسها اصلا، خدها مثلاً، يعني انه ندرس حاجات ليها علاقه بالواقع او هتنفعنا في حياتنا في مجتمعنا بعد كده نتعامل بيها بشكل يومي. بالظبط. فهو طب باختصار بقى كده يا عبد الرحمن، الفلسفه اللي انت بتحكي فلسفه التعليم بعناصرها دي مطبقه، انت شايف ليها شواهد على الارض، شايف ليها نتيجه؟ خلينا نكون صراحه، مش بالصوره اللي احنا نتمناها كمصريين في عصر النهضه، في عصر اللي احنا فعلا عايزين نعمل فيه تنميه، مش بس تنميه اقتصاديه، هي تنميه بشريه، هي تنميه سياسيه، هي تنميه اجتماعيه، هي كافه مناحي التنميه. ماده الاخلاق، لو بقى عندك ماده في الجامعه اسمها ماده الاخلاق بتدرسها في كل كليه، انت شايف ان الشباب الطلبه يعني هيرحبوا بفكره زي كده ولا طيب احنا اتربينا ومتعلمين وخلاص؟ استاذه لبنى، لما تيجي نطرح السؤال بشكل تاني، اتفضل. بمعنى يعني بلاش نقول هي ايه ماده، او يعني ماده الاخلاق هيكون ليها اثر على القيم اللي موجوده في المجتمع، لا، خلينا نطرح السؤال بين هل فعلا فكره الماده لدى الطالب
هو بيستحضرها في مواقف الحياة. يعني مثلا أنا لو تعلمت دلوقتي في مادة معينة زي مادة علم الاجتماع مثلا، هل أنا بستحضر، أو علم النفس، هل أنا بستحضر المادة اللي أنا خدتها دي بتطبقها في مواقف حياتك؟ لا، يعني إلى حد ما مش مادة الأخلاق هتطبقها في حياتك، ده هي ده أصل الدنيا وانت بتتعامل مع غيرك. ما أعتقدش اللي هيكون ليها أثر واضح لو درسناها كمادة جافة. طيب ده سؤال مهم او نقطه مهمه يمكن اشرنا ليها، الاسلوب ايه بالظبط؟ طيب. بالظبط. فانا شايف لو فعلا عايزين نكون للماده دي او للمبادره اللي هندرس بيها الاخلاق والقيم والاخلاق الحميده عشان يكون موجوده في مواقف الحياه اليوميه، ندرسها بطريقه اخرى، باليات اخرى، ممكن تكون مثلا عباره عن مبادرات، زي مثلا المبادره اللي طرحها رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، هي مبادره تطوير العقل المصري. هي مبادرة في حد ذاتها تهدف إلى محاولة بناء الشخصية، إدماج العنصر البشري المصري في الهوية الوطنية المصرية من خلال بقى أبعادها المختلفة. فأنا شايف فاللي هو يعني تبقى حاجة عملية أكتر ما تبقى منها حاجة نظرية، ما تبقاش مادة جافة الطالب مش هيستحضرها في مواقف حياته العملية، هيعد لو هياخدها بجاست إن هو عايز ينجح فيها زي باقي المواد الأخرى. لا، أنا شايف لو حاجة عملية، لو آليات التدريس مختلفة، فده فعلا هيضيف للطالب كتير. خلاص نطرح الكلام ده ونناقشه كمان شوية. فيصل، أخبار المدارس إيه؟ مدرسة عندك أخبارها إيه؟ هي مدارس في مصر كلها مش عندي بس. هي طبعاً كان هتكلم على الطالب اللي هي هو الموجود، زي ما أنا بقول دايماً الطالب هو المنتج اللي بيتقدم له الخدمة في المدارس، بدونه ما فيش تربية ولا في تعليم، يعني هو ده العنصر اللي بيشغل العمليات التعليمية كلها. طبعاً في مصر 23 مليون طالب، منهم الصالح ومنهم اللي يحتاج لتقويم، منهم النماذج مشرفة جدا اللي احنا بنشوفها بتصنع انجازات كبيره جدا، ومنهم فعلا اللي محتاجين لتقويم. ولكن لما نشوف ان تربيه الطالب هي مش جايه من المدرسه بس ولا جايه من البيت بس، هي الطالب افراز للمجتمع كله، من شارع، من اسره، لمدرسه طبعا اللي هو بيقضي فيها وقت طويل جدا في خلال سنوات الدراسه. محتاجين اللي احنا نقوم الموضوع كماده، محتاج اللي هي ما نقولش ليها دلوقتي آلية ولا أقول ليها استراتيجية دلوقتي، دي محتاج مشاركة للطالب طبعا، يكون ليه تواجد طبعا، اللي دي اللي هتتقدم له زي ما أنا قلت أساتذة المناهج والتطوير والمسؤولين. الموضوع محتاج تكاتف كبير جدا، إنها ما تكونش مادة زي ما قال عبد الرحمن، ما تكونش مادة عادية، أو ما تكونش، لازم يكون في شغف للطالب. إذا ما كانتش مع تطلعات الطالب وما كانتش تواكب الحاجات اللي هو بيمر فيها في حياته وتقدر تساعده فعلا، زي ما احنا بنشوف في كورسات برق أو حاجات زي كده بتبقى الطالب شغوف فيها، ما يكونش المعلم اللي هيدرسها يكون معلم تقليدي، لازم يكون قدوة فعلا. صح. في غياب للقدوة في الحقل التعليمي، محتاجين يكون في موجود معلم ما نشوفوش الصبح بيجي متأخر، ما نشوفوش بيتعامل مثلا مع مدير المدرسة بالشكل ده. طبعا مش بنجمع، طبعا في أساتذة كلنا متعلقين بيهم جدا جدا وبنحبهم جدا، ولكن المعلم اللي هيختار للتدريس مادة زي كده لازم يكون في سن معين قريب للطلبة. الموضوع مش هنقدر نحط ليه آلية من يوم أو من ساعة، ده موضوع محتاج اجتماعات فعلا دقيقة أنها تكون مادة ناجحة، ما نعملهاش مادة زي ما قال للنجاح أو للسقوط، أو أنها مادة ساعة تعدي عشان نروح، يعني لازم يكون في شغف. طب أقول لكم على حاجة، هنسمع رأي دكتور محمد كده، هو صاحب المقترح وصاحب الفكرة. أنا ابتديت بحضراتكم الأول عشان يبقى الكلام ده برضو قدام دكتور محمد، وهو بيشرح لنا مادة الأخلاق ومقترح تدريسها وأسلوبها واللي هيقوم بالتدريس وإجباري ونجاح وسقوط. بتفكر في ايه دكتور محمد؟ طب نشوف الاول احنا فين؟ يعني لازم الاول نعرف احنا الموقف محتاجينها بتاعنا ليه؟ احنا الوضع الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي اللي انعكس في النهايه على الموقف السلوك والاخلاق في المجتمع المصري فين؟ اتفضل. حضرتك في المقدمه بتاعتك كنت اكتر من رائعه، يعني اقتبست جزء كبير جدا او قلت جزء كبير جدا من اللي انا كان نفسي اقوله. احنا دلوقتي في المجتمع المصري بدءا من فتره السبعينات تحديدا، منتصف السبعينات مع سياسه الانفتاح الاقتصادي وما صاحبها من تغيرات اجتماعيه وثقافيه في المجتمع المصري، بدا يحصل تدهور اخلاقي غير طبيعي في المجتمع المصري. ظهر طبعا او انفجر ما كان تحت السطح برضه زي ما حضرتك اشرتي مع 2011. السلوكات اللي حصلت بعد 2011 لم تكن سلوكات مفاجاه ولم تكن وليده اللحظه، وانما كل ما في الامر محصله الفتره من السبعينات ل 2011 طافت على السطح بشكل مفاجئ، لما بعض الافراد في المجتمع وجدوا الفرصه للتعبير عن رغباتهم بشكل علني. ومع تراجع دور الشرطه في 2011 نتيجه الظروف اللي حصلت، وجدوا المجال متاح بشكل كبير جدا. فبدات تحصل السلوكيات تظهر قدامنا، المجتمع اتخض، اتفاجئ. صح. انا مش كده، المجتمع بتاعي مش كده، لا المجتمع بتاعك كده، بس كل ما في الامر ان كانت تحت السطح غير ظاهره. وكان جزء كبير جدا بيخاف يظهرها. فبدا يظهرها. طبعا مش الناحيه الاقتصاديه بس هي مسؤوله،
يعني احنا عندنا برضو الاعلام لعب دور خطير جدا، خاصه من السبعينات كان دور الاعلام ممثل في المسرح والسينما بدايه طبعا مدرسه المشاغبين كلنا عارفينها، دمرت اجيال ما بعدها. السينما برضو بدات تاخد اتجاه معين، سينما المقاولات في السبعينات والثمانينات، ثم السينما الفوضى والعنف والبلطجه في الفتره والدم الاخيره ومش هقول بقى نمبر 2 نمبر 3 والحاجات اللي احنا شفناها اللي بتشجع على البلطجه والخروج على العادات والتقاليد والقيم، باعتبار النموذج اللي بيعمل كده هو نموذج البطل وده نموذج محبوب حتى في افلام السينما. لما نيجي نجيب شخصيتين في الفيلم، شخصيه قاضي او طبيب او ضابط او دكتور جامعه، لازم الممثل اللي يعملها يبقى الشخصيه الكئيبه اللي دمه تقيل اللي هو الكاركتر بتاعه ما بيحبش المشاهد فيه، بالعكس بيكرهه. ودايما لازم نجيب المشاغب المشاكس اللي بيخرج على القانون على العادات على القيم على التقاليد على الدين، الشخصيه المحبوبه الجميله الظريفه البطل اللي الناس كلها لازم تحبه. ودايما علشان نقفل في الاخر الفيلم لازم في اخر دقيقه بنقول لا يا جماعه ده غلط ونخلي الخير هو اللي ينتصر على الشر، بس بعد ما قعدنا ساعتين احنا مشجعين التاني. بنغرس في عقل المشاهد ان هو التاني، فبشكل غير مباشر بتركز في الخلفيه بتاعته. بدليل بنشوف دايما بعد افلام العيد في السنين الاخيره تحرش بقى وحاجات غريبه في الشارع، بيخرجوا من السينما حاله تحرش غير طبيعيه، حاله بلطجه، حاله فوضى، حاله عنف في الشوارع غير طبيعيه نتيجه التعصب بالبطل الجميل اللي شافوه في الفيلم. برضو الدين برضو او مش الدين، رجال الدين لعبوا دور. تراجع دور رجال الدين اثر بشكل كبير جدا باعتبار ان هم كانوا جزء من نموذج القيم اللي اشار ليها عبد الرحمن، لازم يبقى في قيم عندنا في المجتمع ولازم يبقى في مسل للشباب. تراجع دور رجال الدين وظهور نماذج اخرى لا تصلح ان هي تبقى رجال دين، ممن يشجع بعضهم على العنف والبعض الاخر في كل احاديثه لا ينظر الا لحاجه واحده بس في الدين هي اللي بيركز عليها كل اهتماماته اللي هي ايه؟ المراه. خلينا صريحين مع بعض. والمراه بالنسبه له مش اللي هي النصف المجتمع والكائن الاخر، ومش هي اللي كانت بتحارب مع الرسول وبتطبب الجرحى، لا لا، المراه بالنسبه له هي الجسد، كل غرضه من المراه الجسد فقط لا غير. فبالتالي خلى الشباب كمان بيفكروا الدين كله اختصروه بالنسبه لهم في ان هم بيفكروا، وشفنا كلامهم اللي هو ايه جابها هنا اللي ملبسها كده، فاختصروا الموضوع. هنا بنبرر اي خروج على القيم والعادات والتقاليد والدين والقانون كمان لازم نعمل له مبرر. فكده هي مسؤوليه مشتركه ومسؤوليه مجتمعيه بكل طبعا. الاجهزه ويعني اعلام تعليم رجال دين الكل لازم يشارك، كل مسؤول. دي مش المنظومه هنا. هقول لحضرتك حاجه، عبد الرحمن ومعلش فيصل وفيصل قالوا مش ماده، وانا فعلا متفق معاه. الماده لوحدها مستحيل ان هي تعمل حاجه، دي لازم تبقى منظومه متكامله. ايوه ما ينفعش اقول ان انا مجرد ان انا هدرس ماده دراسيه للطالب يحفظها ويرجع يرميها في الامتحان ويطلع منها مش فاكر منها اي حاجه ده اللي هغير سلوكياته، لا، لازم ماده ولازم معاها بالنسبه للعمليه التعليميه لازم يبقى في جزء كبير جدا خاص بالانشطه. لازم المجتمع كمان يشارك معاها، لازم رجال الدين يشاركوا معاها، الاعلام يشارك معاها، لازم يبقى في اتجاه قومي، اتجاه دولي. الرئيس السيسي اكتر من مره، دي مش اخر مره، مش اول مره على فكره يتكلم في الموضوع ده. يعني المره اللي مهنا اتكلموا فيها المره الاخيره واللي خلت الناس تبدا تنتبه، دي مش اول مره الرئيس يتكلم، الرئيس اتكلم 2014 و2016 و2018 ومؤخرا يعني اكتر من خمس او ست مرات اتكلم عن الاخلاق واتكلم عن احترام الاخر. قال ان دي بقى خلاص ندرسها بقى، بيركز جامد على الاخلاق، عايزين نرجع الاخلاق تاني. للاسف ما بيتاخدش الكلام بقى ان نطور افكار الرئيس ورغبات الرئيس نطورها لايه بقى في المجتمع. طيب خليني بقى نرجع نتكلم، بس عشان قبل الفاصل عايز اسمع استاذ عطيه برضو اسلوب الماده او طريقتها والكلام ده كله. لكن وزاره التربيه والتعليم استقبلت ازاي استاذ اسماعيل المقترح ده؟ لانه كمان الموضوع بيتناقش دلوقتي في البرلمان، فوزاره التربيه والتعليم ليها اي راي وجهه نظر مع البرلمان في المناقشه في جلسات يعني في حاجه بتتم ولا ده مقترح والوزاره مستنيه تشوف يحصل ايه؟ ويا فندم اتشرفنا بحضرتك الاول والساده الحضور. اولا وثانيا هو المقترح موجود فينا كلنا في وجداننا. انا كنت لسه كنت بتكلم مع الاستاذ عبد الرحمن في النقطه دي. ان الشخصيه المحترمه لما بينزل من بيته هو خارج من البيت محترم، بينزل الشارع مش كله طبعا، في بعض اماكن نماذج كويسه ونماذج وحش، مستني هيركب عربيته فبيتصدم بسائق توك توك مثلا او ما شابه ذلك، فطبعا هو النفسيه بتاعته بتتعب لما بيشوف الحاجات دي. فلما نيجي بقى نخش في نطاق التربيه والتعليم وتدرس الماده لابد من كل شيء عليه ممارسه. وهي حضرتك انا لما اعلم ابني ان انا اشيل المج من على بعد ما شربت مثلا الشاي انا بشيله مثلا
قدامه بدخله مثلا المطبخ، هو بالتالي بيتعلم مني. انا مثلا شلت الورقه من على الارض، يعني احنا كان عندنا وكيل وزاره فكنا في متابعه في مدرسه ما، فدخلنا فهو لقى بعض الورايكات موجوده على الارض فهو وطى وشالها تمام. فطبعا كلنا لما شفنا الموقف ده فطبعا ده راجل وكيل وزاره فاستغربنا تمام. لا يا فندم لا، فطبعا قال لا انا عندي كده، انا دي طبيعتي كده. فبالتالي لاحظنا بعد ما خرجنا ان البنات وبداوا ان هم لو في الدرج ورق او كده فشالها. هي كانت مدرسه بنات؟ اه كانت مدرسه صنايع. كنا رايحين بس كنت سالت الاولاد ما عملوش كده ليه، بس ده بوضح ما كانش الاولاد ده كانوا موجودين. طيب فمقصود كلامي ان احنا نبدا بالممارسه. حضرتك عملتي نموذج كويس، انا بقلدك تمام. الولد هنا قدمت القدوه بشكل في عام. طبيعه البيت اللي هو الانسان ليه مراحل عدى بيها تمام. يعني مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول ايه، ان الطفل في سن 5 سنوات امير، وفي سن 7 سنوات اسير، وفي سن 14 سنة وزير، وفي سن 20 سنة لما صلى حضرت النبي كان بيقول في سن 20 سنة اخ، وفي سن 30 جار. استاذ ناخد من الوقت افسر ولا لا؟ اتفضل. تمام. في المراحل العمريه بقى اللي هي اللي في المراحل العمريه بتاع الانسان. فانا هنا الولد اللي هو في مثلا ابن حضرتك في البيت سن 5 سنوات ده بطبيعته امير، ادلع الدنيا كلها خلاص وما فيش التزامات ولا ان هو امير حضرتك. طيب. اي حاجه بيطلبها حضرتك بتنفذها له تمام، حاجات زي كده ماشي. بيجي بقى في 7 سنوات بتبداي حضرتك بقى بتتعاملي معاه انك انت بتعلمي الصلاه الصوم، خلاص حبيبي بقى احنا شهر رمضان قرب فان شاء الله هنصوم، وبتبداي حضرتك بتعمليه مش بتمنعيه عن الاكل لا، بس بالفترات بتاع مثلا ما بين الفطار والغدا بتستبعديها شويه عشان يقدر يستحمل تمام. بس انا الشاهد من كلام حضرتك، انا في السن ده لغايه لما بسلمه بايدي بقى للمدرسه 6 سنين 7 سنين تمام، ببقى انا زرعت فيه وعملت وسويت تمام. وكل حاجه وعلمت، بدي عهده للمدرسه بتشترك معايا في تربيته تمام. واقع الامر احنا مش بنحس بده، يعني بنحس ان المدرسه اللي هو الدرس الفلاني الواجب العلاني خلاص، لكن الولد رجع بايه من المدرسه يناقش معايا انه قالوا لي يا ماما مثلا اعمل كذا كذا النهارده، ده الصح ده الغلط في قيم في سلوك برضو يتعلمه، ده ما بيحصلش. كان في كتيب بيدرس تبع الوزاره كان اسمه القيم والاخلاق تمام، كان في المدارس من فترات من 10 سنوات كده 10 سنين تم الغاء تم الغاء اتلغى ليه؟ واخد بال حضرتك احنا لسه بنتكلم بنقول الممارسه. وكان في زمان قوي في كتب الاخلاق والتربيه الوطنيه والتربيه القوميه في الغلاف الارشادات الارشادات بتتقري ولا حاجه؟ كان في مقارنه على كتاب على الثانويه العامه، كان في كتاب اسم الكتاب كده الاخلاق اللي استاذنا الدكتور عثمان امين الله يرحمه، فكان بيدرس في الثلاثينات. تخيل حضرتك في الثلاثينات كانوا بيدرسوا الاخلاق، احنا في الالفينات وفي اللي احنا فيه ما بندرسهاش، ودرسناه وسبناه مش يعني لغيناه، احنا لغيناه استغنينا عنه خلاص، احنا مش محتاجينها دلوقتي احنا بس في الوقت اللي احنا تمام واخلاقنا زي الفل فمش محتاجين حد، بينما احنا اشد حوجه للي كان موجود. وعلى فكره المشرع المصري انتبه للكلام ده، الناس ناسيه ان الدستور المصري 2012 2014 في المرتين بيقول لابد من تدريس القيم والاخلاق في الجامعات. عظيم، يعني ده بينص عليه الدستور دستور 2014 الماده 24 النص بتاعها تعمل الجامعات على تدريس حقوق الانسان والقيم والاخلاق المهنيه اللازمه للتخصصات المختلفه. احنا بندرس حقوق الانسان، لا انا يهمني قبل الجامعه بقى ازرعها في الولد الصغير. لازم نبدا من تحت، تبتدي من صغير لكن مش هتبتدي من الكبير اللي هو خلاص لازم يعني لازم الاثنين بس كل واحد بس لما تبتدي من الاول انت بتزرع فيه وتغرس فيه حاجه هتكمل معاه بعد. لازم الاثنين، لان الطفل اللي هو في ابتدائي ما ينفعش ان انا اديله المعلومات او الماده العلميه او القيم بتاع الجامعه، فانا بدي لكل واحد اللي يتناسب مع المرحله العمريه بتاعته. يعني المنهج اللي هيبقى مقرر للابتدائي او اعدادي او ثانوي غير المنهج المقرر للجامعه. طب خلينا بعد الفاصل ارجع لحضرتك واسمع طبعا كل ضيوفي عن تصور تدريس ماده الاخلاق، تبقى طبيعتها ازاي، ممارستها عامله ازاي، مين اللي هيقوم بعمليه التدريس، التعاون مع وزاره التربيه والتعليم، ولازم الوزاره تكون ولا ايه يا دكتور مقتنعه بده، لازم يعني تكون شريك فعال فيه، لكن مش دورها اساسي
هي الدور الأساسي للوزارات. بعد الفاصل نكمل. السلوكيات اللي بقينا بنشوفها دلوقتي في مجتمعنا في الشارع المصري، سلوكيات طبعا في معظمها غير مقبولة. إزاي نعيد القيم والأخلاق في مجتمعنا؟ إزاي المدارس والجامعات وطبعا بنتكلم غير التعليم تزرع التربية بشكل جاد يعني، وتزرع القيم والأخلاق من خلال مقترح دلوقتي بيتم دراسته. دكتور محمد كمال صاحب هذا المقترح، تدريس مادة الأخلاق في المدارس والجامعات. ويمكن احنا عرفنا كمان ان مجلس النواب بيفكر بالفعل في هذا المقترح، ويمكن كنت بسأل قبل الفاصل عن دور وزارة التربية والتعليم ورؤيتها تجاه هذا الموضوع. برحب مرة تانية دكتور محمد كمال، أستاذ مادة الأخلاق بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وأستاذ إسماعيل أبو عطية مدير إدارة التربية الخاصة والدمج بإدارة أبو النمرس التعليمية، وعبد الرحمن الحديدي رئيس اتحاد طلاب كلية اقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وفيصل عمر رئيس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية. طيب فيصل وعبد الرحمن، سمعت دكتور محمد دلوقتي، يعني انت قلت لي على ان يبقى في حاجة عملية، في شغل عملي. فيصل قال اللي هيدرس كمان يبقى مختلف القائم بعملية تدريس المادة دي. اللي شرحه دكتور محمد دلوقتي، اللي أي مدى أنتوا شايفينه أنه يعني هيبقى ليه نتيجة على الأرض؟ نشتغل على إيه أكتر عشان نضمن نجاح التجربة دي؟ نجاح التجربة دي مش معتمد أو مش قاصر بس على المؤسسات الرسمية زي مثلا هيئات التدريس في الجامعات أو المدارس، لا. هو ده منهج شمولي، عملية شمولية تشمل بقى المجتمع المدني، تشمل الأسرة، دور العبادة، الكنائس، المساجد، هي منظومة متكاملة. الأخلاق والقيم والمثل العليا اللي لازم يتبعها المجتمع، دي مصادرها مختلفة زي ما أنا أشرت في الأول. فهو هنا علشان نقدر نطبق أو نقدر نخلي فعلا الأخلاق التاني ترجع للشارع المصري، القيم المواطن يرجع يستحضرها تاني في عملياته الحياتية في كل يوم، علشان يقدر فعلا يمارس النشاط الرسمي أو غير رسمي اللي بيقوم به في يومه، لازم هنا دور كل الجهات دي في المساهمة في هذه العملية. وبالتالي الآليات والاستراتيجيات المختلفة ما ينفعش يشارك فيها بس وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي فقط. مع احترامي الشديد لوزارتين دول وتقديري الشديد ليهم والجهود المبذولة من جانبهم في هذا الصدد، بس هنا لازم إشراك المواطنين بتمثيلاتهم بقى المختلفة، موجودة في المجتمع المدني، الموجودة في الكنائس، الموجودة في المساجد. خليني برضو أشير لنقطة أخيرة، أنا يعني معجب جدا بطرق الكنائس، أنا معجب جدا بمؤسسة الكنيسة المصرية، لأنها فعلا من أكبر المؤسسات اللي هي بتحتضن أولادها، بتحتضن أبنائها من خلال إشراكهم بقى في المناسبات المختلفة، في الحلقات المختلفة اللي بيعملوها. فهنا بتضيف لهم جانب قيمي وروحي لحياتهم واستحضارها دايما في الأنشطة اللي بيقوموا بيها. عظيم. فمؤسسة الكنيسة عظيمة جدا في الدور ده. صحيح. فيصل، في المدارس ولو ابتدينا قلنا هندرس ده كمنهج عندك في مدارسنا بشكل عام، يعني اللي هيدرس المدرس، يعني كلمني برضو على مواصفات اللي هيقوم بتدريس المادة دي من وجهة نظرك. يعني احنا بنقول دايما المدرس قدوة، لكن احنا بنشوف في بعض الاحيان، وانت اكيد عارفين القصص دي، يعني بتلاقي في التطاول وفي الراس قدام الراس، المدرس والطالب قاعدين زي بعض وبيتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض والكلام ده كله. فانك تقول بقى انا هدرس مادة اخلاق، اللي يدرس المادة دي والولاد اللي هيقعدوا يسمعوا للمدرس اللي هيدرس لهم الاخلاق بيبقى عامل ازاي؟ هو طبعا احنا بنوصل في المادة دي لدافعية التعلم مش إجبار التعلم. لو هنجبر على التعلم فمش هيكون في مردود للطالب خالص، أو العلم من السهل النجاح. طيب فيها أنا عايز الدافع إزاي إنه الولاد يقبلوا على يعني مذاكرة مادة الأخلاق في وضعهم في موقف حياتي؟ يعني احنا في الاتحاد بنمثل 23 مليون طالب، قدمنا اللي احنا من خلال مثلا مسابقة الطالب المثالي بننفذها على مدار أكتر من سنة. بتبقى نظام معسكر، ما بتكونش ما بنسيبش فرصه يعني للدعاء المثاليه او لكده، لا ده بتبقى موقف حياتي انت بتعيش
بالتقييم، مفيش تقييم معين، مش تقييم في اللجنة، انت بتعيش معانا، احنا بنشوف وبتشوف تصرفاتك بتبقى ازاي. معسكراتنا ما بتكونش قاسية على يعني المدرسين او الموجودين في هيئة الاشراف، بنستعين بمدربين من وزارة الشباب، بنحاول نوصل في الاخر للدافعية اللي يكون هو مبسوط، يكون هو حابب الشباب، بتطلع فعلا حابه اللي كان بيدرس لهم. يعني انت عايز اكتر من حاجه نظري وماده، يكون في انشطه، مبادرات، شغل، حاجه على موقف حياتي، بتبقى اكتر تستدعي فيها القيم بتبقى اكتر تاثير على الطالب من خلال تعامله، اللي هو يتحط فعلا في موقف اداره، لازم يكون الطالب صاحب قرار وصاحب رؤيه، فبالتالي يكون عنده شخصيه تقدر انها تواجه كل اي حاجه، اي وسائل بتحاول انها تفسد عقلها او توجهها توجه غير سليم. ده مش بس جامعه، في المدرسه كمان. ده طبعا في المدرسه، ده احنا كاتحاد طلاب يعني السنه دي. ده المهم، ده المهم، اشراك الطالب في العمليه التعليميه من خلال السن الصغير او من خلال المراحل العمريه الادنى في عمليات تعليميه، وادخال قيم او ادخال مواد الاخلاق او القيم في السن ده مهم جدا، لان هنا عمليه الزرع او عمليه بناء لسه الشخصيه لسه دي بيضه جميله بالظبط تبقى اسهل بكتير جدا. انما الطالب الجامعي العمليه معقده جدا، انه خلاص هو اتربى على قيم استرسخت في عقله واسترسخت في وجدانه، فمن الصعب جدا انك تغيرها يعني. طيب دكتور محمد، سؤال لشقين، المنهج هيبقى عامل ازاي واللي هيدرس هيبقى اخباره ايه؟ طيب بشكل سريع الاول بس عشان اوضح، الموضوع مش وليد اللحظه، الموضوع زي ما قلت في دستور 2012 ودستور 2014 اتخذت خطوات. في نوفمبر 2016 مجلس جامعه بني سويف وافق على تدريس المقرر ده فعلا، ولكن لم يستكمل الخطوات لاسباب يسال عنها مجلس الجامعه. 2017 جامعه القاهره اعلنت عن تدريس المقرر، ولكن قالت اسطوانات، هندير الطالب في الاسطوانه ويبقى يجي يمتحن فيها. ده ربنا يسهل بقى، يقعد يسمع في البيت ولا يشوف في ماده الاخلاق. دي كارثه، مجرد ان انا اديله الاسطوانه واقول له تعالى امتحنك فيها، دي كارثه، وبالتالي لم يدخل حيز النفاذ. طب المنهج اللي كان قبل كده هو يعني ولا لا 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 لا، بس هقول بس الجزء اللي عملته الوزاره. طيب وبرده في شهر 9 2018 وزاره التعليم العالي عملت الميثاق الاخلاقي للطالب الجامعي، ودي كانت خطوه مهمه جدا وموجود فعلا على موقع مجلس اعلى الجامعات. بس احنا عايزين نخش بقى في حيز التنفيذ. حيز التنفيذ لازم يبقى فيه شقين زي ما حضرتك قلت، هيبقى فيه جزء الماده العلميه ماده تدريسيه، ودي لازم اركز فيها على مجموعه من القيم سواء في التعليم العام او في التعليم الجامعي، بس كل مرحله بتاخد بما يتناسب مع الطبيعه العقليه والاجتماعيه والثقافيه والعقليه للطالب. طيب هيبقى في جزء متعلق بالقيم الانسانيه اللي هي الحوار ما بين الانسان، القيم حوار الحضارات، التعايش، و هيبقى في جزء متعلق بالقيم الاجتماعيه، الحريه والمسؤوليه وغيرها، ولازم نربط الحريه بالمسؤوليه، لان احنا بقى عندنا حريه فقط ما عندناش مسؤولية. لازم يبقى في تنميه للقدرات الشخصيه وصفات الشخصيه عند الشخص نفسه، زي التفكير الناقد اصبح ماده بتدرس في جامعه القاهره، الثقه بالنفس، الشجاعه وخلافه. لازم يبقى في عندي جزء متعلق بان انا اعرف الطالب الفساد، ايه هو الفساد؟ ليه في فساد؟ ازاي اقاوم الفساد انا كمواطن كانسان على حسب المرحله العمريه بتاعتي؟ يعني الطالب بتاع ابتدائي اما اقول له الفساد اقول له انك انت لما تقطف الورده ده كده غلط، لما تاخد حاجه مش بتاعتك كده حاجه مختلفه، انما طالب الجامعه هو حاجه مختلفه مفهوم. واعرفه كمان ان احنا بالنسبه لطالب الجامعه بقى اعرفه ان احنا في مصر في عندنا جهات بتقاوم الفساد وبتحاربه، زي جهاز الرقابه الاداريه قايم بشغل عظيم. طيب الناس متعرفه. معلش يا دكتور انا هضغط عليك في الوقت لانه تمام. خلاص هنتكلم عن لازم برضو يبقى فيها جزء متعلق باحترام الاخر، احترام التنوع مع الاخرين، احترام الثقافات. احنا كمجتمع مصر عندنا ثقافات كتيره جدا داخل المجتمع، وللاسف بنسخر من بعضنا البعض. احترام الاخر حتى لو مختلف في الجنس، زي احترام الرجل والمراه، احترام الاخر المختلف في الدين زي المسلم والمسيح وغيرها. عشان كده ماده الدين في الابتدائي في التعليم العام تصلح، ولكن ماده دينيه فقط، انما الطالب بيتفصل. انا بعلمه من ابتدائي ان انت مالكش دعوه بالتاني، ليه؟ المسيح قاعد لوحده والمسلم قاعد لوحده، انا فصلتهم. انما لما اجيبه في ماده الاخلاق والقيم واحط الاثنين مع بعض واطلع له الاخلاق والقيم من الديانتين نفسهم، هيبدا يعرف ان احنا مش منفصلين، احنا الاثنين حاجه واحده مفهوم. حتى لو مختلفين في الدين. عظيم. لما اجي ادرس الماده لازم يبقى في جزء متعلق بالنشاط، النشاط هيبقى ايه؟ ندوات، دورات، مسابقات، انشطه ثقافيه ورياضيه وتوعويه. انا عندي في اثنين قايمين بشغل جبار ما حدش حاسس بيهم. الدكتوره ايمان حسن اللي هي في وزاره التربيه والتعليم مسؤوله الوزاره عن الانشطه، الدكتور طه عبد اللطيف مستشار وزير للانشطه ومدير معهد اداره القاهره في حلوان. الاثنين الانشطه لازم تخش معانا كجزء اساسي. الماده نجاح وسقوط بتفكروا في كده ولا لازم تبقى نجاح وسقوط؟ لان احنا اتعودنا
احنا اتعودنا على كده. احنا ما بندرسش الدين ليه؟ علشان مش ماده نجاح وسقوط. ما بندرسش التربيه الوطنيه ليه؟ انت بندرسها احنا ما بنهتمش بيها. يا استاذتنا الفاضله الطالب بيفتحها وهو رايح الامتحان عشان يكتب كلمتين او مدرس للاسف وعارف انه كده كده هيعدي منها وخلاص. خلاص لا لازم تبقى ماده، لازم تبقى ماده نجاح وسقوط. بس العبره بايه؟ مش ان انا نجاح واسقطه، العبره ان انا اعلمه حاجه. ايوه انا اديله حاجه تفيده في حياته بالظبط. انا فهنا بقى المحتوى والمقرر جاهز. عايز تقول ايه يا عبد الرحمن؟ سريع الجملة الأخيرة. المقترح جاهز وعلى أتم الاستعداد. أنا بعته بالفعل وعلى أتم الاستعداد للتعاون سواء بعته فين؟ بعته لوزارة التعليم العالي، وفي المقترح بتاع التربية والتعليم جاهز برضه وعلى استعداد للتعاون. طب مع حد رد؟ أعتقد إن لسه طبعا هياخد وقت من السيد الوزير. ماشي. بس أنا بشكر جهود الوزيرين الاثنين أمين بجهود جبار. طب. وعلى أتم الاستعداد للتعاون مع الوزارتين أو أي جهة في مصر. خليني أبدي إعجابي الشديد بالموضوعات اللي حضرتك أشرت إليها اللي هيتم تدريسها في المادة دي موضوعات عظيمة جدا. بس طلب مني لحضرتك إن هو مش بس نكتفي على الجانب ده لا، ده كمان ندخل توصيف للمشاكل والأزمات اللي بيعاني منها المجتمع المصري. أيوة. في حياته اليومية وفي السلوك العام، زي مثلا مشكلة العنف، زي مشكلة التحرش، زي قيمة سلبية جدا بيعاني منها المجتمع هي الفهلوة. احنا دلوقتي اغلب الشعب المصري ماشي بقيمة الفهلوة، عدم الجد في العمل، اهماله، الكلام ده كله. فانا ارجو من حضرتك ان بس ما نكتفيش على تدريس الجانب الاكاديمي ده، لا ندخل كمان توصيف الظواهر دي اللي موجوده وكيفيه معالجتها نعالجها ازاي من خلال القيم يعني الموضوعات دي. بسم الله ما شاء الله على حاجه يعني ما شاء الله عليهم زي الفل. فيصل ما شاء الله عليهم. التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. تمام. انا ومن شاب على شيئا شاب عليه. صحيح. مختصر الكلمات. أنا هنا بنشئ طفل وعايزه حاجة كبيرة في الدولة. طب. تمام. أنا بنشئه من البيت والمدرسة. يعني مثلا وليكن نعمل مبادرة حياتية. أنا مثلا راجل مثلا في منطقتي ممكن أعمل مبادرة حلوة يا بلدي. وليكن ألم الشباب وأنظف الشارع بتاعي. تمام. وأظبط وأشجره، ببقى أنا نموذج للآخر. ده أنا نفسي الأفكار دي تخرج من مدرس الفصل. يلا يا أولاد إحنا بكرة عندنا كذا كذا هنعمل كذا، نبتدي يعني حتى بالمدرسة تعالوا ننظف المدرسة مع تمام. بعض في التعليم الجديد يعني يا فندم كده. حاليا دلوقتي الدراسة داخل المدرسة ماشي، ما فيش حاجة اسمها واجبات. الأنشطة داخل البيت. إن وسائل ترفيه وحاجات تخصه داخل المنزل. ما فيش اليابان بتدرس ماده الاخلاق. كلمه واجب دي اتشالت. هم اخلاق اصلا. الامارات بتدرس ماده الاخلاق دي وكثيره جدا بتدرسها. انا بشكركم شكرا جزيلا. نتمنى المقترح ده يعني يلاقي القبول ان شاء الله. نشوف التربيه والتعليم والتعليم العالي يتحمسوا للفكره دي، لانه احنا هدفنا من وجود مؤسسات تعليميه انها تساعد مش بس مناهج وتمتحن الولاد، لكن انها تكون الشخصيه، تشكل الشخصيه اللي هيخرج للمجتمع ده ان يكون عنصر صالح، يكون اضافه مهمه. كتير من الاسر واولياء الامور يقول لك ايه، يعني احنا بنتعب في تربيه اولادنا طول ما هم اول 5 6 سنين، اول ما يطلع بقى في الشارع ويحتك بقى بممارسات خاطئه، يحتك بنماذج سلبيه، يشوف في المدرسه سلوك غلط، الدنيا بتبوظ. فازاي نتكامل مع بعض؟ وعاجبني برضو عبد الرحمن وفيصل قال لك منظومه مكتمله. مجتمع لازم كل الجهات المجتمع يبقى زي ما دكتور محمد كمان قال مشروع قومي. احنا من مصلحتنا يكون المجتمع ده مجتمع صحي، نكون الشعب المصري ده يكون شعب يتحلى بالقيم والاخلاق والسلوكيات الحميده، لان اي حاجه الحقيقه بتبقى شاذه وغير يعني وخارجه عن المالوف بتثير السياق الكل. يعني بيبقى مناظر او مشاهد سيئه جدا بنشوفها بنتابعها في الشارع بنقول دي مش مصر ولا دول المصريين. على كل الاحوال هنتابع طبعا الموضوع ده لاهميته بكل تاكيد. انا بشكركم شكرا جزيلا وبشكر حضراتكم، وبكره يوم جديد في الحياه. اليوم اشوفكم على كل خير وسلام باذن الله.